عن نصرة الأضياف واستقباله وإكرامه، أو تسمع حياة الأنصار لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقوموا بهذا النصرة ويعطيهم الله تعالى على ذلك الجنة لما فتحت خيبر وقسم نصيب الناس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يكافئ الأنصار ويعطيهم ما أنفقوا من زمن الإسلام مكافأة لهم على ما قاموا به من نصرة الدين. قال: يا رسول الله، أنت لما بدأنا معك ماذا كان الموعد بيننا وبينهم؟ قال: الجنة. قال: والله لا نرضى عن الجنة بديلا، قسم بالتساوي. لا نريد. يعني هذا الدين يعني ما قام على مزاج الدين التضحية، مزاج السكر ايش؟ حلو حلاوة، مزاج الملح ايش؟ مر. مزاج الدين التضحية، يعني لو شفت واحد قال لك سكر مش حلو حتقول ده سكر؟ ترميه ولا لا؟ ملح مش مر، قال هذا مش سكر، هذا دين ما في تضحية، قال هذا مش دين. عارض الأوامر والأحكام مع الهوى مع الشهوات مع حوائجك البشرية. قريب جاء وقت النوم الحلو الذي قد تعال، قم يا حبيبي، قم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذاك المنادي دائر كان في المدينة، قم يلي في المسجد روح بيتك، يلي في البيت تعال، قم اتحرك. كان موسى الأشعري يقول يعني حتى سيدنا علي رضي الله عنه في كم قصة عن النبي، لا يوجد بيت في المدينة بدون تهجد. شو هو شيء النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة فاطمة تقول: طرغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها فاطمة ليلا، فقال: ألا تصليان؟ يعني صلاة الصبح، يعني معقول سيدنا علي عجب حيصليها صحيح صلاة الصبح؟ لا تهجد. قالوا: يا رسول الله، إنما أنفسنا بأيدي ربنا لنا يرسلها متى شاء. قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ومضى. وجاء عند أبو موسى الأشعري استمع إليه فجاء صباحا وقال: والله لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. قال: والله يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع إليه لحبرته لك تحبيرا. فقال: أوتيت لقد أوتيت.